Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها المشاهدون الكرام؟ أتمنى لكم في الصحة والعافية. طيب، في هذا الفيديو سأقدمكم المفردات عن البيت التي يجب عليكم أن تعلموا هذه المفردات. طيب، نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت جمعnya بيوت. دار جمعnya ديار. منزل جمعnya منازل. ساحة جمعnya ساحات. نافذة جمعnya نوافذ. سقف جمعnya سقوف. قرميدة جمعnya قراميد. سطح جمعnya سطوح. غرفة جمعnya غرف. حجرة جمعnya حجر. حجرة المطالعة. كرسي جمعnya كراسي. مصباح جمعnya مصابيح. خزانة جمعnya خزائن. سكردان غرفة الاستقبال. مفتاح جمعnya مفاتيح. باب جمعnya أبواب. جدار جمعnya جدران. منضدة جمعnya مناضد. ساعة جمعnya ساعات. مرآة جمعnya مرايا. شكرا على حسن مشاهدتكم أيها المشاهدون الكرام. ولا تنسى فور لايك كومنت شير و سبسكرايب هذه القناة لكي تزدهر هذه القناة. لعل مستفادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.